حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم اللي نحن نعرض لكم بأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بأسفل الشاشة. نتمنى نسمع أصواتكم بالبرنامج. في حال ما تأمن الخط وياكم الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب، تقدرون تواصلون ويانا عبر تطبيق الواتساب برسالة مكتوبة على الواتساب، أتمنى تكون متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقات هذا اليوم. حياكم الله، ونحكي بملفنا الأول عن الانهيار الغير مسبوق في قطاع مهم هو قطاع الصحة العراقية، وهواية أمور هي المسببة لهذا الشيء، إضافة إلى تندر وجود العلاج بالعراق ووجود الكادر الطبي المختص والفاهم بالعمل واللي يشتغل بالمستشفيات العراقية. أكو عوامل ثانية وتصرفات تصير ويا المواطنين تخلي الناس بحيرة من أمرها. نبدي بحالة صارت وتوثقت ونشرت وراح نعرض لكم إياها، اللي هي عائلة عندهم شخص متوفى. المتوفى وين يحفظوه؟ أكو شيء اسمه ثلاجة حفظ الموتى موجودة في أغلب المستشفيات. اشتكوا العائلة أو ذوي المتوفى من تعطل ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرنة بمحافظة البصرة، إضافة عن قيام العناصر الأمنية المسؤولة عن المكان بغلقه وقفلوه بقفل وعافوهم وطلعوا وخلوهم حائرين بأمرهم، فلا يقدرون يأخذون الجثة ولا يقدرون يجيبون قسم الصيانة لمعالجة العطل اللي صاير هناك. فتتخيل عندك ميت وإكرام الميت شنو؟ دفنه، لكن عندك ميت محجوز بثلاجة. تعال نشوف. السلام عليكم. حاليا عندنا جثة الساعة 11 سلمناها وكلها طافية، الثلاجة عايفينها ورايحين بالقرنة عايفيننا ورايحين يعني. وهذا على علاوي بس ساعجته من 11 حد الان، ما حد من 11 لحد الان الثلاجة ما حد جانا. طافي كهرباء هاي المستشفى القرنة العام، القرنة الكبير هاي الثلاجة ما حد صور المستشفى. الشرطة عافانا وراح قفلها وراح قفلها، لا بالصيانة لا بالطرقعة. واسم الواحد خيز الجثة من الصبح من الساعة 11 الساعة بالوحدة وما حد جاي. هاي المولدات كلها، المولدات كلها طافية، لا من مطين الجثة وماخذينها ولا جاينا واحد مشغل المولدات. هاي كلها طافية، هاي كلها طافية، هاي كلها مهمولة مهمولة عمي. أرواح العالم شنو عندكم؟ هاي الماطورات، هاي الماطورات كلها طافية، هاي الثلاجة. سلم المشكلة لا تروح لما موجود، تروح للشرطة يقول لك مو يمي، تروح للدكتور يقول لك مو يمي، شايل من نروح بعد. يعني كل شيء عاطل بالبلد، تبريد بمطار يعطل يجيبوا له قوالب ما الثلج، تبريد. أنا أتمنى إدارة المستشفيات يتعلمون من الأستاذ عبد الحسين مدير مطار البصرة الدولي، لأن راح جاب لنا 200 قالب ثلج حتى يبرد المطار. لأنه بما أنه ذكرنا التبريد، اتفرجوا يا جماعة الأخوان هنا، المستشفى مكان مكروه لكل الناس بكافة بلدان العالم، لكن الناس يحتاجوا بشدة. ليش؟ يتمرض يتلقى العلاج، خصوصا بوقتنا هذا اللي كثرت بيه الأمراض والمريض متعب، أساسا هو متعب، يحس بمشقة مرض، يحتاج إلى عناية وتعامل خاص حتى يشفي يطيب. أما بالعراق متروك مهمول ولا أكو اهتمام. بحيث الدولة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمراجعي مستشفى الصدر بمحافظة ميسان، الجماعة المراجعين كل واحد جايب مهفته الحصير بيده حتى يقاومون حر الجو، لأنه منظومة التكييف عاطلة. هذا اللي أثار حالة من الغضب والاستهجان بسبب التصريحات الحكومية اللي تحدثت عن دعم غير مسبوق لقطاع الصحة العراقية. تعالوا نشوف. Yeah.
لاحظت عزيزي المشاهد، لاحظت حبيبي أخوي العراقي، هسه أنت لما تتمرض أنت ما يحتاج تروح المستشفى بس حتى تدور علاج، لا أنت لازم وياك لستة لازم تحضرها. تذكرون قلت لكم كتبوها هاي اللستة. أولا لازم تأخذ وياك شاش، ولازم تأخذ وياك مواد أولية، لازم تأخذ وياك إبرة مخدر، لازم تأخذ وياك سرنجات، لازم تأخذ وياك جفوف للطبيب، لازم تأخذ وياك جهاز مال ضغط، لازم تأخذ وياك سماعة، لازم تأخذ وياك مجموعة من الأدوية اللي قد تحتاجها. اسأل أي واحد إلى المام بالطب حتى يعرف الحالة اللي عندك حتى تأخذ وياك المجموعة كاملة، واحتمال تأجر لك طبيب وستاف تمريض وتأخذ وياك للمستشفى حتى تتعالج. إضافة إلى ذلك حبيبي مهفتك وياك، بطانيتك وياك، شرشفك وياك، دوشقك وياك. يلا تروح، رايح سفرة الأخ، ما رايح يطب مستشفى. الناس لما شافت هاي الفيديوهات المحزنة والمبكية صراحة علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق محمد ماريني، متقصدية حتى المريض يطلع بسرعة. مروة المهداوي تقول بالله هاي وضعية مستشفى ماكو تبريد، حتى إذا مو مريض هم يمرض ويموت. خضير القراغلي، رئيس الوزراء الله لا يوفقك على هذا العمل، وهذا قولك أنت في إحدى زياراتك، أين أنتم من هذا الانتهاك والموت الجماعي ووزير الكهرباء فاشل وفاسد في حكومتكم. أكرم جواد، والله مهزلة حتى بأتعس بلدان عالم مصائره. أكثم الخفاجي، مهازل لا حرمة للميت ولا تقدير واحترام في هذا البلد. أما أم زهراء المنصوري تقول كارثة، المفروض بسبب هذا الفيديو ينسحل أكبر رأس بوزارة الصحة على الإهمال هذا والتسيب. فكان هذا تعليق الناس على قضية انهيار واقع الصحة العراقية في بلد الحضارات، في بلد المليارات، في بلد بحر النفط، في ثاني أكبر بلد عند احتياطي نفطي، في بلد النخيل، في بلد الأسود، في جمجمة العرب، سموه ما تسموه. هذا البلد اللي بيه خيرات من الممكن أن تدر أموال للبلد بلا طائل، من الممكن أن يعيش الشعب العراقي في غنى كافة أطيافه، صغيرة كبيرة، مثقف اللي بيه، ممكن أكو تفاوت حسب الوظيفة والأداء وما أعرف شنو، لكن يكونون حياة كريمة وغنية ومرتاحة. هذا البلد اللي من المفترض أنه بيعقول وبأساتذة وبدكاترة وبطيارين. مع الأسف لما نباوع بلدنا الحلو، بلدنا اللي نتغنى بيه، ونشوف حالة بهاي الصورة. مع الأسف احنا البلد الوحيد اللي احنا واثقين أنه ماضينا أجمل من حاضرنا، وحاضرنا راح يكون أجمل من مستقبلنا، فإذا ماضينا راح يكون أجمل من الاثنين. إحنا البلد الوحيد اللي نتغنى بالماضي، كنا كنا كنا، وإحنا جيشنا، صحة، تعليم، مدارسنا، التعليم كان عادل، التعليم بالدول الإسكندنافية سابع جامعة معترف بها بالعالم، جامعة بغداد. عندنا أساتذة جامعيين، عندنا جيش قوي وصل إلى أن يكون رابع أقوى جيش بالعالم. إحنا الوحيدين اللي نتغنى بهاي الأشياء. إذا نروح للخليج فكل دول الخليج تقول لك الله لا رجعني لأيام السبعينات، لأنه حاضري أفضل من أيام السبعينات، وده يشتغلون أن يكون مستقبلهم أفضل من الحاضر. تروح إلى دول الجوار كذلك، تروح إلى أوروبا كذلك، الولايات المتحدة، أوروبا، غيرها غيرها غيرها، ده يتطورون. ما أجيب لكم اليابان، عفوها كوكب اليابان، نحكي بلدان الجوار، شبه الجزيرة العربية والوطن العربي أحكي لكم، إلا إحنا. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، تحياتي لقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك وبياك.
حياك الله استاذ أفل. بالنسبه للواقع الصحي للاسف احنا ما نقول الواقع الصحي وانما الواقع المميت اللي هو اللي دمرته هاي الحكومات ومن 2003 لحد الان. اليوم معاناة المواطن يعني إذا نشوفها بكل المستشفيات معاناة ما ممكن أن مرها التاريخ، ما ممكن أن بالدول العالم ما مرت مثل هسه المعاناة اللي قاعدة نعانيها من قبل المستشفيات، من قبل الدكاترة، من قبل الوضع الخاص اللي قاعدة نشوفه. للأسف إحنا دا نشوف تدمير المواطن يعني وصولا للموت مو وصولا للحياة. يعني عندنا حالة، أحد الحالات اللي صارت عندي عند أقاربي يعني قبل تقريبا اسبوع ما يقارب يا استاذ أفل، احنا كل العراقيين يعرفون مستشفى الجمله العصبيه اللي هي قريب على وزاره الداخليه، هاي بيها تعميرات والتعميرات صايره من الشتاء لحد الان ما اكتملت ولا انجزت ولا خلصت. يعني هسه الزخم صاير على مستشفى العلوم العصبيه اللي هي براس القناه. احنا المريض ما اخذناه هناك يا استاذ أفل، والمريض يعني خلي كل العراقيين يسمعون ويشوفون يروحون. الأسرة كلها يعني منقبطة، المستشفى كلها، المرضى على الأرض، يعني بحيث أنه وصلت الحالة أكثر وفيات يصيرون من قبل هاي المستشفى. يعني عندنا مريض بحد أنه يوصل يدي الإنعاش يعني موافقة من الدكتور حتى خطرة. للأسف من تصعد للإنعاش وتسأل الممرضين قل له عندي مريض يعني حالة الوضعية غير صحية ولازم أن يدخل للإنعاش، شي جاوب يقول والله انتظروا بلكن أحد يموت على مود الصعدون مريضكم، لأنه عندنا الإنعاش يعني على كم سرير وعندنا المرضى عندنا بكثرة. قلنا يعني الحالة شلون لازم أنه يتعالج لازم يدخل، فقال هاي مشكلتكم إحنا ما جايبيكم، هذا مريضكم وإحنا هاي عندنا قلة الغراب قلة الأجهزة والأجهزة عاطلة. يعني للأسف للأسف إحنا يا حكومة الشياع السوداني مستشفى سعد الوتري كانت يعني من أعظم المستشفيات وكانت في ذاك الوقت يعني مستشفى إلها صيتها وإلها مكانتها. للأسف نشوف الإهمال. يعني ليش؟ بأن المواطن وصلت الحالة من يدخل للمستشفى الدكاترة ما لهم أي غرض به، يعني يقولون خلي يموت إحنا لأن أكو عندنا زخم وعندنا يعني نقص بالعلاج، نقص غرفة الإنعاش، نقص بالأكسجين، فاضطرينا جبنا أكسجين على حسابنا بحيث أنه يتعالج عندنا مريضنا. فللأسف عندنا كثير يعني نشوف حالات وفيات تصير من المستشفيات من قبل الأجهزة، من قبل يعني العلاج، من قبل الأبر. فهاي سببها وزارة الصحة، مدير الصحة ومدير المستشفيات اللي قاعد تصير. ليش ما المستشفيات الأهلية اللي رادة للأحزاب ورادة الميليشيات نشوف يعني يعني غرفهم والأجهزة بأحسن أجهزة، لكن للأسف المواطن ما يقدر على ثمن تكلفة هاي المستشفى، ما يقدر إنه يدفع. ويعرفون الشعب العراقي يعني نسبة الفقر ب يعني أكثر من 10 ملايين، هم الفخرة اللي قاعدين يروحون للمستشفيات الحكومية. فللأسف يعني القطاع الصحي أصبح رديء جدا من ضمن هاي الوزارات اللي حكمت العراق من 2003 ولحد الآن. ما نقول إنه حسبنا الله ونعم الوكيل وبكل اللي قاعد يصير عندنا بالعراق. وتحياتي أستاذ أفل، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع مرضانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الفوضى اللي صارت بالعراق وراء عام 2003 والأزمات السياسية بالذات اللي بين الكتل والأحزاب السياسية اللي يتعاركون على كل شيء، فسحت المجال أمام هاي الأحزاب اللي تسمى حاليا بالمتنفذة أن تستولي على أراضي وعقارات تتبع المواطني والدولة على حد سواء، وغيرت جنس هواية من الأراضي بكل المحافظات العراقية بسبب المحسوبية، إضافة إلى التجاهل القضائي والحكومي اللي شجع الأحزاب والميليشيات والأجهزة الأمنية على احتلال الأراضي والعقارات الحكومية وكذلك التابعة للمواطنين. الاستحواذ على الأراضي من قبل المتنفذين يعتبر واحد من أحد أبرز وسائل التحقيق مخطط التغيير الديموغرافي اللي يصير بالبلد كون عامل مهم بتهجير السكان من مناطقهم الأصلية وترحيل الأهالي من منطقة إلى منطقة أخرى ويسكنون غيرهم. الأهالي بمنطقة التويثة بجسر ديالة بحزام بغداد ترحلوا عن هاي المناطق اللي هي ملك صرف وبها وثائق رسمية الأهل من عشرات السنين، ترحلوا من مدينتهم تحت تهديد القوة والسلاح مع هدم المنازل والبيوت
ويلاحظ بالفيديوهات وجود قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية ويا آليات بوسط اتهامات الميليشيا الحشد بالتعاون ويا الجهات الحكومية لإجراء عمليات تغيير ديموغرافي بهاي المناطق الدوافع طائفية. تعالوا نشوف. حكومة محمد الشاع السوداني، أكو تجاوزات من قبل أحزاب على شط محافظة ذي قار أو شط الناصرية، وأكو تجاوزات على نهر دجلة بغداد من قبل المتنفذين بمنطقة الدورة، وأكو تجاوزات على معاكم وأراضي دولة وأنابيب نفط وسكك قطار و و و و و واي من التجاوزات سووها بعض المتنفذين والميليشيات والأحزاب اللي هم من المفترض أنهم موجودين بهاي الدولة لتشرع القوانين، بدال ما تكون قوي على الضعيف واللي عنده ملك صرف وعنده طاب وعنده أوراق رسمية ورايح تهجر هاي القرية وتطلع من بيته وتشرده هو وعائلته وتفلش بيته بالشفل ماتك، أوكي صير قوي صير رجال واثبت لي أنت يا محمد الشاع السوداني أنك رجال ومن ظهر رجال وروح شيل التجاوزات مع الأحزاب والميليشيات. إذا تقدر تشيل لي تجاوزات العصائب بالبصرة وبغداد وبغير مكان أنا وياك، وإذا قدرت تشيل لي تجاوزات عمار الحكيم أنا وياك، وإذا قدرت تشيل تجاوزات التيار الصدري ومقتدى الصدر أنا وياك، وإذا 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 أي تجاوز يصير من أي متنفذ قبل المواطن قدرت تشيل واحد أنطيك عهد سنة كاملة أروج لك بالإعلام إذا شلت لك تجاوز لأحد الميليشيات أو الأحزاب، بس ما بيكم حظ بس على الفقير. طبعا الميليشيات بعدها تمارس الارهاب خصوصا ميليشيات الحشد الشعبي وتستولي على اراضي وبيوت وممتلكات عراقيين وتهجيرهم من محافظه ديالى بحجه بناء مراكز عسكريه ومراكز شرطه. عندنا مقطع مصور من كاميرا مراقبه، هذا المقطع بعناصر امنيه اياتهم ذول عناصر امنيه وهاي المركبات مالتهم باحدى قرى محافظه ديالى دا تعتدي على النساء والرجال والأطفال بالضرب وأمهلتهم يومين 48 ساعة حتى يخلون منازلهم بالمنطقة. ومصادر محلية تأكد أنه هاي العناصر تنتمي الميليشيا الحشد لكن جتب زي حكومي رسمي. تعالوا نشوف. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. ليش هذا شنب هذا؟ ليش 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 يتكتلون بي؟ ليش شو مسوي لكم؟ ليش شو بايقين من الدولة؟ احنا ايش حصلنا من الدولة؟ بس اريد افهم ايش حصلنا. شلونهم يا جماعة؟ ابطال. بالقانون قانون الجرائم اي جريمة تحصل في بيت وبين طرفين
حتى لو كان الطرف رسمي أحد الأطراف هو صاحب البيت، القانون يكون بالأول والأساس ويا صاحب البيت. بس بالعراق لأنه هذا حزب وميليشيا ومغطي وجهه، أنا ما أعرف ليش القوات الأمنية يمنا يجون ملثمين. هذا التعلم مال الأمريكان اللي جوا من العراق. الأمريكان جوا للعراق وهم يردون يسوون جرائم حرب بينا وتلثموا حتى ما يعرفوهم الناس، لأن يعرفون وراها هذا اللثام إذا انفك راح تنعرف القوات الأمنية الأمريكية اللي سوت جرائم وراح ترفع بها دعاوي. ومجزرة ساحة النسور مثال، عرس صابرين مثال، الدجيل مثال، المطار مثال، أكو أمثلة كثيرة من المجازر حديثة اللي سوتها القوات الأمريكية بالعراق. جماعتنا أخذوا من الطابع كله السلاح اللي موجود فوق السيارة وقاعد على الكرسي ويوجه بيه على العالم وقاعد يفتر وفرحان إنه هو لازم سلاح، وهاي الطريقة اللباس الأمريكية بالزي الرسمي واللثام. أنت إذا رجال تعال طلع لي وجهك وتعال شوفني أنت منو، شوفني أنت منو والإن من تتبع، وليش تريد تطلعني وشنو السبب وراها وتتدلل. أكو إجراء قانوني يمشي بالبلد، بس إحنا بالبلد لأنه نعرف القانون ماكو، وهم يعرفون لأنه القانون ماكو فيستخدمون هاي الأساليب. الناس علقت بيرد 79 يقول مخطط معروف تهجير السنة وجعل ديالة محافظة إيرانية حالها حال جرف الصخر، حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون. محمد سامي، هذول حشد إذا أرادوا تسليب أراضي أو الهجوم على قرية سنية أو بيوت يلبسون لبس الاتحادية، وهذا معروف بثورة تشرين. الحشد قتل المتظاهرين هو لابس ملابس الداخلية وسوات والاتحادية، وهذه فكرة أوجدها مقتدى الصدر ب 2006 بالحرب الطائفية، جيش المهدي يقتل بالناس ولابس ملابس مغاوير الداخلية. علي الغرباوي، حكومة مجموعة الأحزاب منذ سنوات تشتغل على التغيير الديموغرافي لمحيط بغداد. سيف، وين أجهزة الدولة؟ أمر عجيب. ومرام تقول دمروا للبلد يدمرهم الله، فعلا صار لازم ثورة شعبية. وسليمان يقول اللي باعوا أهلهم وشعبهم سبيل المناصب لا يستحقون أن يكونوا صانعي القرار في العراق في أي منصب تنفيذي أو تشريعي، هل تسمع لهم؟ ركزا. فكان هذا تعليق الناس. أثناء ما كان الفيديوهات تشتغل عندي شخص صار لساعة يكتب وياي وأكتب وياه وأرسل سلام والسلام عليكم، ولو ودي يكتب لي كلمة كلمة وقلت لك اكتب لي رسالتك. المهم أنا فهمت رسالته. هذا الشخص من العراق يقول أخويا مفقود بالألفين وعشرة وأنا شفته فيديو طلع على قناة الرافدين وأريدكم تدزولي الفيديو مال أخويا. أخويا العزيز، أنت شفت أخوك في فيديو من الفيديوهات اللي طلعت على قناة الرافدين وكتبت لك هذا الأمر ويبدو أنه مدى توصلك الرسالة. أقول لك وين شفته؟ تقول لي على القناة. حبيب قلبي، أكو برامج كثيرة وأكو مقاطع كثيرة وأكو فيديوهات كثيرة من 2003 إلى 2024، ملايين الفيديوهات. لما تقول لي أنا شفت الفيديو مال أخويا وتدز لي صورة أخوك ما راح نعرفه ولا راح نعرف وين طلع. لازم أنت تتابع وتشوف وتصور لي الفيديو بيا ساعة وبيا يوم حتى نقدر نساعدك، لأن ما راح نقدر أوجد لك الفيديو اللي أنت تدور عليه وتقول لي الله يخليكم ساعدوني أرد أشوف أخويا وأدور وراه. صدقا ما راح أقدر أساعدك بهاي الصورة. وأنت ترسل لي صورة زميل بالقناة تقول لي هذا المذيع هو اللي طلعه، طبعا طلعه وين؟ بنشرة؟ طلعه ببرنامج؟ طلعه بفيديو؟ طلعه بوثائقي؟ طلع هنا بصوتكم؟ طلع بإنفوغرافيك؟ هذا اللي أريد أوصلك إياه. فيا أخويا تابع القناة وأبقى متابعها إلى أن تلقى الفيديو مال أخوك، أخذ صورة للفيديو وسجل بورقة واكتب للقناة وتتدلل إن شاء الله، واللي نقدر نساعدك به تأمر أمر. مصادر طبية عراقية اتهمت السلطات الحكومية وطالبتها أن تلتفت إلى ضحايا مرض السرطان، لأنه مرضى السرطان بالعراق مصيبتهم مصيبة. الحكومة نفسها تقول أنه أنا وفرت إلى القطاع الصحي تركيز هام بهاي السنة، وإحنا طبينا على أبواب شهر 9، بقى من السنة 4 أشهر وتنتهي، يعني القطاع الصحي العراقي أبداً ما شايف
اهتمام او 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 اموال او شيء دا ينصرف بصوره صحيحه بحيث احنا نحس انه اكو اهتمام به. حذرت مصادر طبيه انه وباء السرطان يفتك بالعراقيين اكثر من اي بلد بالعالم بسبب شح الادويه، بسبب انعدام الرعايه الطبيه، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج. العراق باكثر من 30 الف مصاب بامراض سرطانيه على اختلاف نوع المرض وفقا لاحصائيات حكوميه، لكن المختصين يشككون بهذا الرقم ويقولون الاعداد الحقيقيه اكبر من هذا الرقم بهواي، بوسط نقص كبير من المراكز المتخصصه، لانه لا عندك مراكز رعايه سرطان ورعايه مرضى السرطان، ولا عندك اطباء كافيين، ولا عندك علاج كافي وغلاء. احد الناشطين حكى عن مخاطر التلوث البيئي اللي يصير بمحافظه البصره، خصوصا من قضيه حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في الحقول النفطيه، واللي من المفترض ان يستفاد منها العراق في توليد الكهرباء، لانه مصادر حكوميه تقول 100 إصابة بالسرطان بشكل شهري دا تزداد بالبلد بسبب هذا التلوث اللي دا يصير بالبلد، وهذا واحد من أنواع الملوثات اللي موجودة بالبلد. أنواع الملوثات نشوف الفيديو وأحكي لكم إياها، تفضلوا. خلفي هذه الشعلة من النار لاحتراق الغاز لمحطة كهرباء النجيبية. حقيقة هذه كارثة بيئية تضاف إلى مشاعل النفط في محافظة البصرة. يعني جهات رسمية تقول بأنه هناك 100 إصابة بالسرطان في محافظة البصرة شهريا بسبب التلوث البيئي. لابد أنه نقف على هذه الظاهرة وعلى هذه المشكلة في محافظة البصرة. مثل ما تشوفون هذه شعلة من النار تحترق 24 ساعة في منتصف مناطق سكنية، بحيث المواطنين في هذه المناطق يعانون ويناشدون لكن دون جدوى. ناهيك عن يعني الهدر بالمال العام، تعرف يعني هاي محطة الكهرباء اللي انشأت حديثا ما صار لها اكثر من 10 سنوات، واللي اشتغلت على الكرود اويل يعني النفط الخام، وتشتغل على الغاز الطبيعي الNGL. ف يعني المهندسين اللي موجودين بالمحطة يعني قالوا النفط الاسود يسبب تلوث اكثر ويصير تلف للمعدة بصورة سريعة، فبعوضوا عن هذا الوقود، عوضوا بالنفط الغاز، عفوا بالغاز، هذا الغاز اللي يستخرج من المحطات المصاحب للنفط ويجي ينضخ بهالطريقة، ياخذون الحاجة من عنده والزايد هذا يحترق، صار له أكثر من 10 سنوات. هو حكى معلومة منقوصة، العراق ما يستفاد من غاز عراقي نهائيا. العراق من المفترض أنه إحنا نمتلك محطات توليد طاقة كهربائية رئيسية بالمحافظات والمدن هي تعمل على الغاز. يا غاز، هذا الغاز اللي إحنا جايين حرقه. طبعاً هاي شعلة من الشعلات اللي موجودة في البصرة وباقي الحقول النفطية اللي موجودة بالعراق، لأنه الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط اليوم بالعراق كله جاي يحترق. فأنت لما تحرق ماكو قابلية أنه أنت تستخدم جزء وتحرق جزء، أنت حركته كله. فالمحطات توليد الطاقة الكهربائية اللي موجودة بالعراق هي محطات غازية، علماً أن المحطات مع شركة سيمنز وشركة مينولتا الألمانية وشركة أخرى فرنسية وشركة نمساوية اللي استورد النور المالكي وغيرها وغيرها، كلهم يشتغلون على الغاز. فإحنا بحاجة أن نستفاد من هذا الغاز. فالجماعة يمنا قاموا يحرقون الغاز في سبيل أنه يروحون يشترون الغاز من نيران. هاي نقطة خلوها ببالكم، هاي رقم واحد. رقم اثنين، في سبيل أنه يساعدون إيران بحصارها الاقتصادي ويعطوها دولار، لأنه أمريكا مانعته من الدولار، والعراق هو تابع إلى إيران، والأحزاب والكتل والميليشيات وقيس خزعلي ومقتدى الصدر وغيرهم كلهم دولة تابعين لإيران، فيفكرون شلون يوردون فلوس لإيران. فنشتري غاز من عندهم، ونشتري كهرباء من عندهم، ونشتري بنزين من عندهم، وتمر من عندهم، واحنا بلد النخيل وبلد النفط وبلد الغاز، ما نستفاد من عنده. اما الملوثات اللي موجوده بالبلد، ميك ملوث لانه انت المجاري تذبي والمخلفات الصناعيه تنذبي والانقاض تنذبي والنفايات تنذبي ومخلفات المدن تنذبي، وعدم الكريت هو ملوث،
وجود الطحالب السامة هو ملوث، الملوحة اللي دا تصعد هو ملوث، انخفاض المناسيب هو ملوث، عدم الاهتمام بالأحواض النهرية هو ملوث، تلوث الهواء نتيجة الحرق وانبعاثات الغازات من انتشار النفايات في الأماكن وحرقها في أماكن أخرى، التمر الغير صحي اللي موجود بالبلد هو ملوث، فأنت عندك ملوثات هواية. ولهذا السبب العراق اليوم واحد من أكثر 5 بلدان بالعالم تأثراً بالتغير المناخي، مو بس الحر، مو بس الحر، لأنه إحنا الجماعة يمنا الحر هو الحزام الأحزمة الخضراء اللي موجودة في المحافظات اللي مسحوها وغيرها وغيرها. كالم يقول هاي الشعلة المسرطنة ما إلها حل يا أسعد العيداني. أبو حسين العمارات يقول هاي مصيبة والله، عندنا 3 مصابين، عمي وابن أختي وبنت أختي، إنا لله وإنا إليه راجعون. ممدوح مشتاق يقول بس لو أعرف شنو شغل الحكومة مع هذا الوضع، تاركين شعبنا يموت موت بطيء، وأعتقد ناوين على قتل الشعب بالتلوث البيئي. الله ينتقم منه ومن اللي جابهم بلوى علينا. جاسم مهدي، ربي يعينكم أهالي البصرة الكرام، انتفضوا خير لكم وإلا قضى عليكم هذا المرض الخبيث. وأبو خالد الكعبي، إي إلك الله يا الفقير، كاتلك الدخان والغاز والخير للنايم على التبريد، حسبنا الله ونعم الوكيل. وردة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ينتقم منكم، الناس أكثرهم سرطانات. فكان هذا تعليق الناس على قضية الملوث الهوائي اللي هو حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في العراق. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حكومة يقول بس دخانهم علي، احنا بس سمومهم، بس المضر علينا لا اكثر ولا اقل، بس لكن نعم. الخيرات مال العراق كلها سرقوها اللي ودوها للدول، يعني لا هو اخو محمد السوداني شال على 500,000، الله برحب بيك، لا واحد فقير اخذ له هنا يعني باكيت كريدس لو باكيت بسكت، باقي فقير حدث، يطبقون قانون مادة 4 ارهاب بيه، نعم يطلع سارق الدولة كلها، نعم وهاي عقوباتهم دور هاي على الحدث، حدث حدث يعاقبونا بالكهرباء يا وزير الداخلية، شنو فرقك عن وطبان؟ شنو فرقك؟ وطبان كان بالكهرباء وانت بالكهرباء، هاي الأطفال الحدث ليش تكهربونا بالاعترافات، تاخذون قوة من عدم بالاعترافات؟ أمال كانت ما تحاسبون التيار اللي شلع الخزينة لإطار البرزاني، الدول اللي فرهدتنا كلها، هاي كلها ما حد يحاسبها، تحاسبون بس الفقير، يعني قانونكم بالجيش والشغب والذهبية كلهم سلطينة بس على الشعب الفقير اللي تبقون بفلوسه. الشعب والله العزيز إلى ثورة عليكم بس عند الله خبره، لأن حيل حيل أوجعتم بالشعب حيل، أزن من صدام 5 درجات أوجعتم بالشعب حيل، ان الله ينتقم من كبيركم الى صغيركم، وينتقم من ساعه السوداء اللي جيتوا بيها من السودان الى اصغر والى مدير ناحيه. والله والله العزيز يا بالعالم ما اجت حكومه مثلهم، ولا انتخبنا لنا واحد من الجنوب وطلع بوجهه ماي حاجه سامه، كل يقولون قاتل وجهه بوله، لا عندهم دين ولا عندهم مذهب، جزاك الله خير الجزاء. نعم حياك الله أبو علي وشكرا جزيلا لك. نروح هسه إلى ملوث آخر. العراق اليوم يعاني من جفاف، إضافة إلى أزمات ثانية هواية أنتجتها عقود من صراعات الكتل السياسية دمرت البنى التحتية العراقية. هذا التلوث الكارثي اليوم أثر على كل حياته، خصوصا مياه الأنهار. أكو عدة أسباب في تلوث الأنهار، منها تسريب أو تسرب مياه الصرف الصحي بشكل مباشر إلى النهر وإلى أحواض الأنهار، ورمي مخلفات المعامل والمصانع ومعامل الطابوق ومعامل الصحة في الأحواض النهرية والأنقاض والزبالة والنفايات والبلاستيك وهواي أشياء تنشمر بالنهر. مسؤولين يقولون أن المؤسسات الحكومية نفسها هي لها يد بجزء من هذا التلوث البيئي، لأنه
اكو سلطات مختصة تكافح هاي الآفة اللي تهدد الصحة العامة بالبلاد، لكن ما دا تشتغل. نصف سكان العراق فقط اليوم عندهم خدمات مياه صالحة للاستخدام البشري وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، واللي يبلغ عدد سكان العراق 43 مليون نسمة، يعني 21 مليون ونص ما يوصلهم مي. عندنا أحد المواطنين يتحدث عن كارثة تلوث ناظم شط البصرة، لأنه مياه المجاري مياه الصرف الصحي تلقى بشكل مباشر بحوض النهر، والحكومة واقفة ما لها علاقة ويطالب أن يلقون حلول لهاي الأمور. تعالوا نشوف سوية. السلام عليكم أخواننا الأعزاء أهالي البصرة وأهالي الزبير. أخوان جميع يعرف هذا المجسر أو هذا الشط، شط الناظم. أخوان بس أكو طامة كبرى ما أعرف يعني أنتم حاسين بيها من تعبرون الجسر، قاعد يشمون هاي الريحة الأوساخ والمجاري، يعني ماء ثقيلة ما المناطق قاعد تجي بهذا النهار، وإحنا هذا تلوث وتجينا ناس تجينا وافدين وهاي مدينة رياضية. أخوان شوفوا لنا حل، يعني ما معقول أصلنا سنين نعاني من هاي المسألة، تعبر الجسر ست خشمك الله وكيلك، يعني معقولة هاي البصرة وهاي خيراتها ما نلقى لنا حل؟ يعني ماء ثقيلة ما المناطق ذبونها على شط الناظم. هاي مناشدتنا إلى المحافظ، توكم جيتوا من الزيارة تعالوا قوموا بالمشاريع، يعني هاي المشاريع المتلكئة، هذا صار لك قد المشروع، يعني مشرفك ماء ثقيلة ذب على شط جاري، ليش شنو السبب؟ هاي البصرة مليانة خيرات. هاي بالبصرة، شوفوا في كل المحافظات العراقية، وكانت وحدة قبال بيتنا كانت اكو محطات او محطات مو تكرير معالجه، هي تتبع دائره المجاري. هاي الـ 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 كل منطقه المجاري تتجمع بهاي البنايه او بهاي المحطه، تعالج بطريقه معينه، ترفع من عندها الاوساخ الثقيله والهوايه امور، يستفادون من فقط المي مالتها يلا ينشمر بالنهر، يلا يروح للنهر. أما المياه الثقيلة مثل ما وصفها اللي هي مياه صرف صحي اعتيادية مال بيوت بما فيها ترمى بالنهر، هاي كارثة. أولا مسببة لنقل الأمراض، لأنه هاي بها مخلفات والبواري جوا بها بلاوي، فأنت عندك تسبب أمراض وروائح وغازات وهواية أمور. راح أبقى بالبصرة. بالبصرة هنا أحد المواطنين جدد حديثه ورا ما دزلنا مقطع وطلعناه بصوتكم، وخلال مدة بسيطة عن مشكلة انتشار النفايات والمخلفات، المعامل والمصانع والأنقاض والخلفات البناء وغيرهم، على امتداد نهر خندق منطقة العشار أو نهر الخندق بمنطقة العشار، وما تخلف هاي النفايات من آثار سلبية على البيئة. تعالوا نشوف. عن هذا التصوير الثاني، يعني هذا التصوير الأول يا ريت خلوا لنا يعني حد فاصل لوضع الخدمات والنفايات بالعشار، جزاك الله خير. بداية الجسر أنتم مخلين فاصل وبعض الطابق المقرنص وال أرصفة مرتبة على شكل أرصفة، وجزاكم الله خير الجزاء يعني حتى لا تكون مكبل النفايات، فهذا أيضا يا ريت هم تخلوا له حل، جزاكم الله خير الجزاء. وهذا قاطع العشار والأخوة اللي هذا أيضا يا ريت هم يشوفوا له حل، يعني هذا مشكلته هم باقي، يعني النفايات اللي هم تراكمة، وهاي هم أيضا النفايات هم جاي تتراكم وترمي، والأنقاض المشكلة الأنقاض. جزاكم الله خير. قبل انتم كنتوا حاطين لنا حارس ما ادري يعني شهر ظهر رفعتوا شهر الاخوه ناطين الاطيان جاي ترمين قبل اصحاب السكوتات. هنا الانقاض والمخلفات لما تشمر بالنهر انت دا تاثر على 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 بيئه المكان، نوعيه الاسماك اللي راح تستخرج منك راح تتاثر، كميه الاسماك راح تتاثر، نوعيه المياه راح تتاثر، الأمان الصحي اللي موجود بحوض النهر راح تتأثر، نوعية الماء اللي موجودة بالنهر راح تتأثر. أنت عندك هاي الأمور.
لأنه أنت لما تشمر مجاري وتشمر طابوق وتشمر بلوك وتشمر سمنت وتشمر صبغ وتشمر أي كلها مواد كيميائية، كلها مواد كيميائية ومخلفات صناعية وبشرية، كلها تشمرها بالنهر. هذا النهر اللي من المفترض العالم تشرب مي من عنده. راح نبقى همين بمحافظة البصرة. هذا الفيديو اللي راح تشوفوه ورايا، أحد المواطنين يشتكي من نوعية المي اللي واصل له عبر شبكة الإسالة الحكومية لمناطق منطقة الرميلة الشمالية. يقول المي اللي ده يوصلنا، قبل ما أقول لكم شو يقول، تعريف المي: لا لون لا رائحة لا طعم إله، شيء مكون من ثلاث جزيئات، جزيئين هيدروجين جزيء أكسجين، يكون H2O اللي هو ذرة الماء، تجتمع الذرات مع بعضها يتكون الماء. فالمي لا طعم لا لون لا رائحة، شفاف ما تحس بطعمه وما بريحة، هاي التعريف. لكن الجماعة بالرميلة الشمالية شوية متلون وما يصلح للاستخدام البشري. تعالوا نشوف لونه شلون صاير. هذا ماي الرميلة الشمالية، بعرف ان هسه هذا واحد يسبح بيه، راح نطلع على والدي كما قلت ارسينا العصر. هذا الرسته بالبيت، وبهاي النعجان لان التانكيات تعبتنا كل ثلاثة ايام، لازم تصعد تفلت التانكي وتغسله. تبغى بشرفك بشرفك الله يرضى محمد. كم حواوين، الله أكبر، الله وكيلك، هاي جاموسة نجيبها ما تقيلي. شوفوا الله شاهد، جاموسة نجيبها هاي قيلي ولا كان تدايف بال 2024 هذي ما يعرف اسبح بي. نوعية المي اللي موجودة هنا بهذا الفيديو اللي شفناها بالبداية، تعرفون ايش ذكرتني؟ افلام الغرب الامريكي القديمة اللي أفلام الكاوبوي. بداية استكشاف الذهب واستخراج الذهب من الأنهر والجداول والأماكن الموجودة، كل واحد شايل المنخل مالته وبالطين وينخل بالماء على مود يلقى له وحدة لامعة يطلع له قطعة ذهب بالضبط هذا اللون. بس ذاك مي جاري، هذا راكد، ذاك نظيف، هذا وسخ، ذاك كله تشرب منه، هذا ما حد يقدر يستفاد منه حتى يغسل به. الناس لما شافت هذا الشيء علقت على الموضوع. حسين الأسد يقول طبعا يجيب طين وتراب لأن المشروع مكشوف، وحاليا جاي يعملون بالمشروع لتحويلة لأنابيب المدفونة تحت الأرض. أسعد الحلفي: كارثة بحق البيئة، بس للأسف بلد سايب لا حسيب ولا رقيب. أبو حسن المشرفاوي: هذا شط ناظم كله مجاري حاليا، أكو ربط على شط العرب. حيدر البصراوي: ملتهين بالطشة والتصوير والمليارات. حمزة البدري: لابد من وضع حلول حقيقية وجذرية لهذا التلوث البيئي. إبراهيم الكندي: ما أعرف هذا وزير الموارد المائية شنو شغله، بس يقبض راتب ويصير وزير على الناس، بس شنو شغله ما له شغل. رصدوا مراقبين ومختصين على منصات التواصل الاجتماعي بنشاطات الميليشيات الموالية لإيران بالعراق والمنطقة، رصدوا حضور لافت لميليشيا الحوثي بداخل الأراضي العراقية بعد منح حكومة الإطار التنسيقي اللي يرأسها محمد الشيع السوداني تسهيلات لترسيخ وجود هاي الميليشيا بالعراق بما يتماهى والمشروع الطائفي لميليشيات الحشد الشعبي بالعراق. حذروا المختصين من تبعات حصول ميليشيا الحوثي على موطئ قدم بالعراق يعزز من مكانتها ببطء وثبات في المشهد العراقي لخدمة هدفها الرئيسي المتمثل بربط نفسها كخيط لا غنى عنه في حزام محور المقاومة الولائي أو المقاولة المدعوم من طهران بعد نجاح الميليشيا في وضع حجر أساس لوجودها بسوريا ولبنان وعمان بهدف تطويق عدوها اللدود المتمثل حسب ما يقولون المملكة العربية السعودية. جت التحذيرات متزامنة وما كشفت عنا مصادر مطلعة عن عقد ميليشيات الحوثي سلسلة لقاءات بين قيادات بين الحشد والحرس الثوري الإيراني بداخل العراق. تعالوا نشوف هذا الانفوغرافيك.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على الانفوجرافيك اللي بين لكم مدى وجود ميليشيا الحوثي في العراق. رسالة تقول العراق ضحية حكومة وجهات مختصة، أنتم تقتلون أنفسكم بعنف شديد. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة يوم الخميس الجاي، انتظروني، في أمان الله.